السلام عليكم طلابنا الأعزاء ورحمة الله وبركاته للصف السادس الابتدائي، ونحن على أعتاب الامتحانات. أقدم لكم الدرس المهم لمادة اللغة الإنجليزية لليونتل الثاني، صفحة 28. هذه الصفات مهمة، معاكسات. هنا this adjective upside، هنا على طول upside، هنا معاكسات، يعني upside معاكسات، او match اربط. يجيبن هنا طبعا مرتبات، بس هو يجيبن بالوزاري ام خربطات. يعني هنا أنا. hard صعب او صلب هنا حسب عندنا هذا، حسب هذا التمرين عندنا هارت شنو صلب هارت، سوفت لين او ناعم الملمس، ناعم الملمس. هاي المعاكسات، اذا اجت هارت عكسها سوفت. بلين شنو بلين؟ عادي يعني لا ليس له لون. بلين كلورفول شنو هو؟ ملون كلورفول ملون، صفة ملون. شيب غالي، عفوا رخيص، شيب رخيص، شيبر. اكسبنسيف غالي. ثيك سميك او سمين. ثين نحيف، واحد ضعيف بين باللهجة العراقية. لايت شنو؟ شفاف. ثيك شنو؟ سميك. هنا لونج طويل. شورت قصير. هسه نجي الى هذه الصور، هارت وسوفت، صلب الخشن الملمس، ولين او ناعم الملمس. هارت سوفت، بلين كلورفول عادي ملون، عادي ملون. تشيب رخيص. اكسبنسيف غالي، اكسبنسيف مهم هذا التمرين جدا، مزاري. ثيك سمين، ثين شنو؟ نحيف، واحد ضعيف يعني. لايت شفاف، ثيك سميك، هذه ثيك وهذه سمين او سميك. لونج طويل، شورت قصير. شورت كلمة على ألسنتنا، يعني شورت قصير. وها هنا نكمل درسنا لمادة اللغة الإنجليزية. لا تنسوا الاشتراك بالقناة مع تفعيل زر الجرس، وشكرا لكم طلابنا الأعزاء، أتمنى لكم التوفيق.